مرحبا شباب، قناة ميديكال سكرايب للشروحات الطبية. هذا الفيديو حنحكي عن السكين اللي هو الجلد، حنحكي عنه from an anatomical point of view. الجلد طبعا هو أكبر عضو بجسم الإنسان، the largest organ in the body، ويشكل حوالي 15 إلى 20% من كتلة الجسم الكلية. يعني فرضا إذا شخص وزنه 70 كيلو، الجلد حيكون تقريبا 10 كيلوات من وزنه. وطبعا الجلد يعتبر one of the best indicators of the general health، يعني الجلد يعتبر فد مؤشر كلش مهم عن صحة الإنسان العامة، ويعتبر من differential diagnosis بأغلب الأمراض. يعني من عندنا شخص مريض ونريد نشخص المرض اللي عنده، حنخلي ببالنا مجموعة من الأمراض اللي very likely إنه يكون عنده واحد منهم، وحسب الساينز والسيمتمز والفيزيكال اكزامينيشن مال البيشنت. هاي المجموعة مال الأمراض اللي حنخليها ببالنا يسموها differential diagnosis. فبأغلب الأمراض السكين ديزيزز أو الأمراض الجلدية ومتعلقاتها غالبا ما تكون واحدة من ذن differential diagnosis مال المرض. لذلك الجلد حيكون مؤشر كلش مهم عندنا، ولازم نركز عليه بشكل كلش دقيق بالفيزيكال اكزامينيشن. هسه إذا جبنا الجلد وشفناه كستركتشر، حنشوفه يتكون بشكل رئيسي من طبقتين اللي هم الأبيديرمس والديرمس. الأبيديرمس هي Superficial Cellular Layer، يعني هي الطبقة الخلوية السطحية، أو بمعنى آخر إحنا هسه إذا لزمنا جلدنا معناها دنلزم الأبيديرمس مال السكن. بينما الديرمس اللي هي الطبقة الثانية تعتبر هي Deep Connective Tissue Layer، يعني هي الطبقة الأعمق واللي صايرة جوا الأبيديرمس وتتكون من نسيج ضام أو نسميه نسيج رابط، وحنحكي أكثر عنهم وعن تفاصيل هذين الطبقتين بالفيديوهات الجاية إن شاء الله. حس عندنا شغلة مهمة، إنه شنو هي وظائف الجلد؟ طبعا هي أكو هواية وظائف وهواية تقاسيم الوظائف الجلد، إحنا حنشرحها بطريقة سيستماتيك وبشكل مابس، يعني بشكل خرائط حتى نفتهمها زين. نقدر نقول انه للجلد 6 وظائف رئيسية، خلوا ببالكم 6 وظائف رئيسية، اللي هم البروتكشن والسنسيشن والثيرمال ريجوليشن والكونتينر والاندوكراين والاكزوكراين فانكشنز. زين، اول شيء عندنا البروتكشن، معناها الحماية. الجلد حيوفر لنا الحماية من 5 شغلات اساسية. أول شيء حيحمي الجسم من الـ environmental effects، يعني يحمي الجسم من التأثيرات البيئية، مثلا يحمينا من الخدوش أو السحجات أو الجروح بحيث ما تصيب الأعضاء الداخلية مباشرة. ثاني شيء الجلد حيحمينا من الـ fluid loss، يعني يحمينا من فقدان السوائل، واللي هي شغلة كلش حساسة طبعا، لأن إذا صار عند فد مريض fluid loss وبدون تعويض ممكن يصير عند dehydration وتتسبب بموته. ثالث شيء الجلد حيحمينا من الالترا فايلت راديشن، يعني يحمينا من الأشعة فوق البنفسجية. وهمين الجلد حيشكل حاجز مادي قدام الانفيدنج مايكرو اورجانيزمز، فما حيخليهم يفوتون للجسم. واخر شيء خامسا الجلد حيدخل بالاميون ريسبونس، يعني يدخل بالاستجابة المناعية، وهاي الاستجابة المناعية حتكون بميكانيكية معينة. فهاي بالنسبة للبروتكشن. ثاني شيء الجلد إلى وظيفة بالسنسيشن، يعني إلى وظيفة بالإحساس. طبعا السكن حيسوينا سنسيشن لثلاث شغلات أساسية، للتاتش يعني لللمس من خلال الميكانو ريسبتورز، وحيسوينا سنسيشن للبين يعني للألم من خلال النوسيسبتورز، وهمين يسوينا sensation للtemperature يعني للحرارة من خلال الثيرموريسبتورز. فهاي بالنسبة لوظيفته بالsensation. ثالث شي قلنا الجلد حيسوينا thermal regulation، يعني يدخل بعملية التنظيم الحراري مال الجسم. بشكل أساسي الجلد حيسوينا thermal regulation بطريقتين، واللي هم من خلال تحفيز sweat glands اللي هي الغدد العرقية، فيعني من خلال التعرق وتبخر العرق، وبيهمين آلية معينة. والطريقة الثانية
هي من خلال توسيع أو تضييق الأوعية الدموية السطحية، يعني من خلال dilation والconstriction للsuperficial blood vessels. فهاي بالنسبة للthermal regulation. رابع شيء عندنا، الجلد حيعتبر ككونتينر، يعني حيعتبر حاوي للأعضاء الداخلية والأنسجة الجسمية والسوائل وكل شيء اللي جوا من الجلد حيعتبر حاوية إليه. خامس شيء قلنا أنه الجلد endocrine functions، واللي تتمثل بإفراز هرمونات معينة وسيتوكاينات معينة، وهمين يدخل بتصنيع وتخزين الفيتامين دي. وآخر شيء اللي هو سادساً، الجلد عند exocrine functions اللي تتمثل بشغلتين أساسيتين، هما الـ sweat secretion أو إفراز العرق من الـ sweat glands، والـ oil sebum secretion اللي هي المادة الدهنية اللي تنفرز من الـ sebaceous glands. وطبعاً هذا اللي حكينا كله بتفاصيل وآليات هواية، إن شاء الله نحكي عنهم في فيديوهات جاية. بس هذا كان فتشرح خفيف ومختصر مفيد عن السكن ووظائف السكن. وها هي، نشوفكم بالفيديو الجاي ومع السلامة.